واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الحلقه غادي يكون عندها علاقه بالاش اوف وور والاليمنتس، كيفاش تضيف اي اليمنت للسلاح ديالك كيف ما بغى يكون. نجيو نهضروا مع هذا الحداد وغادي نديروا اش اوف وور. مثلا الا اختارينا هذا الاكس وبغينا نزيدوا له هذا اش اوف وور، غادي يعطينا بزاف ديال الاختيارات. هذه الحلقه غادي تكون خاصه بكيفاش تحصلوا على كاع هاد الاختيارات هادو، يعني السلاح ديالكم يقدر يولي كيضرب بالكولد بلود بويزن ساكريد لايتنينغ فليم ارت، المهم كاع هاد الاليمنت كاملين. كيفاش غتحصلوا على هادو كاملين؟ تبعوا معايا الفيديو. اذا بعد ما بدلت البروفايل غادي نوليو عند هذا الحداد، غادي نشوف الاش اوف وار اللي عندي. هذا الاش اوف وار عندي ستاندارد ماجيك ستاندارد هيفي، وهذه عندي ستاندارد بلاد، يعني الوحيده اللي عندي هي ستاندارد. دابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غنحصلوا على الاخرين كاملين. بالنسبه لاول ويت بليد غادي نوليو نقطه البدايه، بعدها غادي نتوجهوا لهاد الكامب اللي كاين هنا. هنا غادي نجيو نهبطو من هاد الدرج هذا، غنلقاو واحد الباب غادي نفتحوها، ومن بعد غنلقاو الصندوق، نلقاو اول ويت بلايد ديالنا. ويت ستون نايف. بالنسبه للثاني ويت ستون غادي نجيو لقلعه رادان اللي غادي تكون هي هادي. هنا غادي نستعملو البورتل. بعدها غنمشيو من هاد الاتجاه هذا، هنا غادي تبان لينا واحد الباب مسدوده كاينه لهيه. اذا الغرض باش نفتحوها هو نغلبو رادان، ضروري نقتل الجنرال رادان. من بعد ما قتلنا الجنرال رادان غادي نتوجهو من هاد الاتجاه هذا، نمشيو نتكلمو للعجوز حتى يسالي الدايلوغ ديالو، عاد غادي نوليو لديك البوابه نلقاوها تفتحات. دار العجوز غادي يلقاو هنايا. هنا غادي نديرو ريسيت في هاد لوس غريس. دابا عاد غادي نوليو لديك البوابة وغادي نلقاوها تفتحات. درها هي تفتحات. هنا غادي نلقاو ريد هوت ويت بلايد. بالنسبه لثالث ويت بلايد ديالنا غادي نجيو لهاد النقطه هادي، هنا غادي نوليو عكس الاتجاه وغنطلعو الفوق. نجيو هنا غنحصلو على ستون كي اللي غادي نحتاجوه، من بعد غنكملو بهاد الطريق هادي. وهنا غادي نجيو نستعملو ستون كي اللي لقيناه. وهنا غادي نحصلو على الويت بلايد ديالنا، ايرون ويت بلايد. بالنسبه للرابع ويت بلايد غادي نجيو للكابيتال لهاد النقطه هادي بالضبط.
انا غادي نهبطوا لتحت وغنهبطوا مع هاد الدرج. هنا غنحصلوا على الويت بليد ديالنا، سانكتيفايد ويت بليد. بالنسبه للخامس ويت بليد غادي نجيو للاكاديمي اللي كاينه هنايا. هنا غادي يكون عندنا واحد الميني بوس فايت، بعد ما غنغلبوه غنمشيو بهذا الطريق هذه. هنا غادي نلقاو هاد الموبس هادو، ماشي ضروري نتقاتلوا معاهم. وانا غنجيو لهذا الباب نلقاوها مفتوحه، وانا غنلقاو هذا الكورب فيه غنحصلوا على جلينستون ويت بليد. بالنسبه للخامس ويت بليد غادي نجيو لهاد النقطه هذه، وهنا غادي نتوجهوا مباشره للايترنال سيتي. هنا غادي تلقاو واحد الثقب، باش يظهر هذا الثقب خصكو ضروري تقتلوا الجنرال رادان، وغتوليو لهاد النقطه تلقاو الاحجار كطاير. هنا غادي تعرفوا بان الثقب كاين وتقدروا توجهوا ايترنال سيتي. وهنا غادي نجيو لهاد الكورب هادو، غادي نحصلو على بلاك ويت بليد. غادي نوليو لهاد الحداد هذا وغادي نشوفو شنو هما الاليمنتس اللي نقدرو نضيفو للاسلحه ديالنا. اش اوف وار، غادي نلقاو عندنا كاع الاليمنت تزادو. دابا تقدرو تستعملو اي اليمنت كيما بغيتو. كما كتشوفوا كل اليمنت كيغير من الدامج ديال السلاح، وكاينين بزاف ديال الانيميز والبوسز اللي كيكونوا ضعاف ضد واحد الاليمنت وكيكونوا اقوياء او لا اميون ضد اليمنت اخر. اذا هذه هي نهايه الحلقه، شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. مع السلامه في الحلقه الجايه ان شاء الله.